ومع استعراض لشيء اسمه أوراق الجنة ظهر لنا في الإعلام الشهر الماضي. فما هي أوراق الجنة؟ طبعا أوراق الجنة على غرار مجموعة أوراق بنما اللي كانت أو أفشية عنها أو كشف الستار عنها في العام الماضي، السنة أيضا في شيء اسمه أوراق الجنة اللي هي صحيفة زود دويتشي سايتونغ الألمانية، نفس الصحيفة اللي وصلتها المعلومات اللي موجودة عن أوراق بنما، هي نفس الصحيفة كشفت هذه الوثائق المالية. ثم طبعا بعد أن استلمت هذه المجموعة الكبيرة من الوثائق، دعت الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين للإشراف على التحقق منها ثم نشرها. لماذا سميت أوراق الجنة؟ سميت أوراق الجنة بسبب الأماكن المعنية بهذه، هي ملاذات ضريبية والتي في الغالب ما يطلق عليها جنات الضرائب، التهرب الضريبي. طبعا ليش دعوا الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين للإشراف على التحقق منها وما قامت الصحيفة بهذا العمل؟ لأنها كمية هائلة من الوثائق بلغت 13.4 مليون وثيقة. طبعا هذه كمية كبيرة من الوثائق لقراءتها والتحقق منها وتوصيل وتشبيك المعلومات اللي موجودة فيها مع بعض. حققت في هذه حوالي 100 وسيلة إعلام في أمر هذه الأوراق، وسربت إلى الجمهور في 5 نوفمبر تشرين الثاني من العام 2017. طبعا التسريب هذا في 5 نوفمبر، قبل بأيام بسيطة يعني صار معلوم أن في مجموعة كبيرة من الوثائق راح تصدر بهذا التاريخ، زين، ويكشف النقاب عنها. الشيء اللي الواحد يعني ممكن يستغرب منه بعض الشيء، بأنه تم العمل على هذه الوثائق من 8 أشهر لمدة سنة كاملة تقريبا ولم يكشف النقاب عنها سابقا. فهناك عمل كبير تم في هذا الموضوع. طبعا الوثائق هذه ماذا ضمت؟ ضمت سجلات ل 19 ملاذ ضريبي، وحوت أسماء أكثر من 120 ألف شخص وشركة ومؤسسة حول العالم. طبعا تم تسليط الضوء على الملفات المالية لهؤلاء الأشخاص والشركات في بلدان العالم. احنا تكلمنا قلنا اتحاد الصحفيين الاستقصائيين الدولي، لمن ليس لديه فكرة من هو اتحاد الصحفيين الاستقصائيين، هو اختصارا يسمونه ICIJ، وهو يعني اختصار إلى International Consortium of Investigative Journalists، عبارة عن شبكة دولية مقرها واشنطن، تأسست في 1997 كذراع للنزاهة العامة بهدف العمل على قضايا مثل الجرائم عبر الحدود، الفساد ومحاسبة السلطة. طبعا كان لهم دور أساسي في تحليل وثائق بنما اللي كشفت في العام الماضي، ونفس الصحيفة الألمانية اللي تكلمنا عنها كان عددها 11.5 مليون وثيقة سرية، وكانت لشركة موساك فونيسكا للخدمات القانونية في بنما، واللي تملك منظومة مصرفية تجعلها ملاذ ضريبي مغري. في 370 صحفي من 70 بلد حققوا في أوراق بنما، ولكم أن تتخيلون حجم التنسيق الكبير اللي موجود بين هؤلاء الصحفيين. وطبعاً أوراق بنما كان يرجع تاريخها إلى 40 عام، وتضمنت معلومات حول أكثر من 214 ألف شركة خارجية، والعمل استمر من 2015 إلى أن كشفت في العام 2016. العمل الحالي لهم لهالاتحاد هو فيما سمي بأوراق الجنة. شنو مصدر هذه التسريبات؟ مصدر هذه التسريبات أتت معظم هذه البيانات من شركة تدعى أبل بي. شركة أبل بي هي شركة خدمات قانونية توجد في برمودا، وتساعد الزبائن، هدفها مساعدة الزبائن على إنشاء شركات في ولايات قضائية في الخارج. هذه الولايات إما فيها معدلات ضريبية منخفضة أو معدومة، ما في ضرائب. موطن زبائن أبل بي حول العالم، هذه من موقع البي بي سي، زين، المصدر مال هذه السلايد. موجودين طبعا في أكثرهم، إذا تلاحظون موجودين في أمريكا 31 ألف زبون، عندهم في بريطانيا 14 ألف، عندهم في برمودا 12 ألف،
وهكذا إلى الجزر البريطانية العذراء وكندا والصين وهونغ كونغ وسويسرا. شنو أوضحت هذه التحقيقات؟ أوضحت بيان كيفية استخدام الساسة، الشركات متعددة الجنسيات، المشاهير، استخدامهم للهياكل المعقدة للائتمان، المؤسسات المالية لحماية أموالهم من مسؤولي الضرائب أو إخفاء معاملاتهم وراء حجاب من السرية. فالفكرة هي تهرب ضريبي. معظم هذه المعاملات لم تطلها أي مخالفات قانونية، ما عندنا مخالفات قانونية. هذه الأموال انتقلت إلى شركات موجودة في الخارج، وهذه الشركات اللي موجودة في الخارج ما عليها ضرائب، فنقل الأموال من داخل البلد اللي المفروض يدفعون في الضرائب إلى بلدان خارجية، والتهرب الضريبي في النتيجة. طبعا في النتيجة هذه صحيح هي ما فيها مخالفة قانونية، ولكن فيها قضية أخلاقية، فيها قضية تكليف البلد المعني خسائر كبيرة بملايين الدولارات نتيجة التهرب الضريبي. طبعا مثل ما قلنا أنه الأمر يتعلق بأماكن خارج الوطن تعرف بأنها ملاذات ضريبية للشخص العادي أو المراكز المالية الخارجية الأوفيسز لهذه الصناعة، وهي عموما مستقرة سرية موثوق بها، غالبا ما تكون في جزر صغيرة، ولكن ليس شرط أن تكون في جزر صغيرة. شو السبب اللي احنا نهتم في شغلات مثل أوراق الجنة ووثائق بنما وغيرها؟ تقول مجموعة بوسطن الاستشارية أن حوالي 10 تريليون دولار محجوزة في أنشطة مالية وراء البحار، وهذا يعادل الناتج المحلي الإجمالي حق بريطانيا واليابان وفرنسا مجتمعة. فلكم أن تتخيلوا حجم الضرائب الفالتة، خلنا نسميها، أو الخارجة من البلد. الأمر تشوبه سرية فائقة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام اختراق القانون وعدم المساواة. بروك هارينغتون يقول عندما يتجنب، طبعا هذا من أحد الأحزاب البريطانية، يقول عندما يتجنب الأغنياء الضرائب يدفع الفقراء الثمن. وعفوا هذا الثاني اللي من بريطانيا، ميغ هيلر. ميغ هيلر اللي هو نائب رئيس حزب العمال البريطاني ورئيس لجنة الحسابات العامة يقول نحن بحاجة إلى رؤية ما يجري في الخارج، ولو لم تكن هذه النشاطات سرية لما كانت هذه التسريبات، فإذا نحن بحاجة إلى الشفافية وبحاجة إلى تسليط الضوء على هذه الأمور. أنا كان ودي أراويكم بعض الشيء في اليوتيوب يمكن، بس ما أدري وين صار. بس المهم أعتقد أني أنا وضحت الفكرة من عنده. الفكرة الأساسية طبعا بعض الأمثلة، طبعا شركات عالمية كبيرة مثل أبل ومثل جوجل، ومثل أيضا لوحظ أنها تستخدم هذه البوليسي أو هذه السياسة في التهرب الضريبي. فعلى سبيل المثال في هولندا ممكن أن يتم إنشاء شركة وتحول الأموال من أمريكا مثلا إلى نيذرلاندز على أساس أن هذه شركة فرعية، فتنتقل هذه الأموال هناك. القانون الأمريكي يقول هذه ما عليها ضرائب في الولايات المتحدة، تأخذ الضرائب في البلد اللي تكون فيه هذه الشركة. في هولندا هذه يعني القانون الهولندي يسمح بأنه إذا كانت هذه الشركة ليست الشركة الأم اللي هي أساسا حققت هذه الأموال الأونرز أو المالكين لها، فما عليها ضرائب هذه الشركة. فهذه إحدى الطرق اللي يتم من خلالها التهرب الضريبي. وأعتقد بينا من خلال البرزنتيشن شنو أهمية الحصول أو عدم التهرب الضريبي وكلفته بالنسبة إلى هذه البلدان. وشكرا جزيلا لكم.